اليوم كانت محاضرة عن القيادة المسيحية من ضمن سلسلة محاضرات نقدمها بالدورة الصيفية خلال سنتين. موضوعها الشامل هي القيادة المسيحية. موضوع السنة هو مثل حبة الخردل، نسوي موضوع للشباب على القيادة يكون مختلف عن الأنشطة الباقية، موضوع يكون بالإعدادية يسوون مبادرات أنشطة يعرفون شلون يسوون مشروع، شلون يقدرون يقودون حياتهم وشلون يقودون نشاطات داخل الكنيسة. هالسنة ارتئينا أنه تكون شلون يقدرون يعيشون حياة مشتركة من خلال تكوين مجاميع يقدرون من خلاله يسوون مشاريع ونشاطات ضمن كنائسهم وضمن المجتمع. غايتها أنه شلون يقدرون ينمون قدراتهم وينمون المجتمع الدار مدائرهم ويساعدون بتقدم الكنيسة إيماناً من عندنا بأن هم المستقبل اللي راح نقدر به نقدم به كنيسة العراق ككنيسة للعالم، كنيسة موجودة. رأيك أتيت وقلبي شريت وعطيته ما له، أخذت ضعفي قبلت نقصي وهبتني القوة. يا لحب مثل هذا يرى في ضعفي أقوى، قبلت نقصي وهبتني القوة. يا لحب مثل هذا يرى في ضعفي أقوى، حبيبي أنت وقلبي منك لك، تعال لقلبي حدثني في صمتي أدرك من أنا، رسمك فيا وقلبك لي أنا كلي لك. أخذت ضعفي قبلت نقصي وهبتني القوة، يا لحب مثل هذا يرى في ضعفي أقوى. أخذت ضعفي قبلت نقصي وهبتني القوة، يا لحب مثل هذا.